انا الفيديو ده عملته عشان اخد هدومي واطيب للناس ان انا صدق. كل ساعة في حال. انا ما اعتذرتش لحسن شاكوش، انا كنت عاوزة اخد هدومي. ريم طارق طريقة حسن شاكوش تنهار على الهواء مع الاعلامية بسمة. استضافت الإعلامية بسمة وهبة ريم طارق طليقة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش التي خرجت هي الأخرى عن صمتها لتبرر تصويرها الفيديو الاعتزال لطليقها من أجل حصولها على حقوقها. وقالت ريم طارق خلال حوارها ببرنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور وتقديم الإعلامية الجميلة بسمة وهبة: أنا بس محتاجة من كل شخص اتفرج على الفيديو، يضيع من وقته بس 30 ثانية ويتفرج على الفيديو بتاعي اللي بقول فيه اني اعتذرت له. عامله الفيديو ده النهارده علشان اقول ان انا خدت حاجتي كلها، كل حقوقي الشرعيه خدتها من حسن، واني الحمد لله ان انا طلعت شخص كويس وهو كمان شخص كويس وراجل محترم، وكل اللي حصل ده كان سوء تفاهم بسبب تدخل اكتر من طرف، واي حد سيرته جات في الموضوع سواء من اهلي او من اهله، مامتي او بابايا او مامته ربنا يديها الصحه طبعا، فحقكم على راسي. وكل اللي حصل ده كان سوء تفاهم وكل شيء. انا ما اعتذرتش على حاجه ولا قلت اني شفت منه كل خير، انا الفيديو ده عملته عشان اخد هدومي، غير كده لا، هو خدعني لثالث مره فيها ايه لما طالب بحقوقي. انا مش واحده من الشارع، وهذه حقوقي وهذه ملابسي التي لم أحصل عليها. وبينت طليقة حسن شاكوش حقوقي هي المؤخر والقايمة وأغراضي الشخصية زي الملابس، واعتذار حسن شاكوش كما إن أهل الخير اللي اتدخلوا بينا حكموا بإني مخطئة لإني شهرت بيه وأصرت على إني لن أعتذر عن حديثي عنه لإن كل كلامي عليه دليل. المؤخر 300,000 جنيه والقايمة ب200,000 جنيه و100,000 جنيه ذهب. وكان من المفترض أن أحصل على كل هذه الحقوق مقابل أن أقوم بتصوير فيديو أعلن فيه أنني حصلت على كل أغراضي الشخصية، لكن فضلنا شهر في مهاترات كل شوية يقول أنا في الساحل وعندي حفلة ومش فاضي. وطلبت من حسن شاكوس 600,000 جنيه، قال لأ هما 400,000 بس، ووافقت ولغاية دلوقتي ما دفعش أي حاجة، وكان لابس البيجامة بتاعتي في الفيديو اللي نزله، وهاخد حقي بالقانون. مساء الخير على كل حبايبنا وكل الناس اللي بتحبنا واحنا بنحبهم. انا طالع من خلال الفيديو دوت بتكلم وبقول ان انا وريم يا جماعة حبايب ومفيش اي خلافات ومفيش اي مشاكل خلاص. وانا من خلال الفيديو ده بشكرك جدا جدا يا ريم ان انت قلت كلمة حق، ان انت ما شفتيش مني اي حاجة وحشة، وانا قبلت اعتذارك وبتمنى لك الخير والنجاح يا رب في كل خطواتك اللي جاية وكل حياتك. وبشكر كل الناس اللي اتدخلت معايا وكلموني علشان نخلص الموضوع، انا بشكرهم جدا جدا وتعبوا معانا جدا طبعا. وبقول من خلال الفيديو ده يا جماعه لكل الناس اخواتنا الاعلاميين والصحفيين اللي هم على راسي من فوق، الموضوع خلاص ما بيني وما بين ريم احنا حبايب ومفيش اي حاجه. وهي كانت في يوم من الايام كانت برضو كانت مراتي، وما كانش ينفع ان انا اجرح فيها باي كلمه او ان انا اتكلم اي كلمه عليها تجرحها. فالحمد لله الموضوع خلص على خير وانا وريم حبايب دلوقتي. وتاني يوم ما خدت حاجتي حسن شاكوش اتصل بيا وقال لي انت خدتي النسكافيه والشاي. عزيزي المشاهد، ده حصل ايه؟